رح بلش هيدا الفيديو بسؤال، هيلو كيتي وكورومي هيدول انمي ولا كرتون؟ لانه بالفيديو اللي عملته قبل هيك تبع وان بيس ماكارون غلطت وقلت جابانيز كرتون، وعينكم ما تشوف الا النور. لقيت حفله تحت بالكومنتس من الانمي فانز، وحياتكم لليوم بعدني عم برد على الناس واعتذر منهم انه سوري حكيت جابانيز كرتون وما قلت انمي. المهم وبلا طول سيره، اجتني طلبيه اعمل كيك لبنوتي رح يصير عمرها 8 سنين وبتحب شخصيه اسمها كورومي، فاقترحت عليها بدل ما تكون شكل الكيك مدور اعمل على شكل قلب ويكون في تحديد بالكريمه من تحت ومن فوق. الشغل بالهارت شيبد كيكس شوي اصعب من الشغل بالكيك المدور لانه فيها زوايا ولازم حدد شكل القلب، وقد ما طولت بهالمرحله صارت الساعه 12 بالليل وانا بعدني عم فكر ها حلوه مش حلوه ظابطه عيده، بس اطلعت هيك وقلت لا شكلها حلو، خليني اكمل التزيين وحط السبرينكلز من فوق وعلى الكيك من على جنب وشوف كيف رح تطلع بالاخر. وعملت كمان من عجينه السكر شخصيه كورومي، ليكو قد ايه طالعه مهضومه هالكاركتر، وحطيتها على الكيك من فوق. هيدي الكيك بتكفي من 20 ل 25 شخص، وهي هي النتيجة النهائية. الحمد لله كتير انبسطوا على الكيك. هابي بيرثدي يارا والعمر كله يا رب. ما تنسوا تخبروني تحت بالكومنتس كورومي جابانيز كرتون ولا انيمي؟